مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي ونستهله بأبرز العناوين. منظمة كير تحتفل بمرور 70 عاماً على عملها في الأردن. تخريج الفوج 18 لطلبة ثانوية الراهبات لفرانسيسكانيات. معرض فوتوغرافي يجسد الوجود المسيحي في المنطقة العربية. أهلاً بكم. احتفلت رعيتا اللاتين في محافظة الزرقاء والهاشم الشمالي للروم الكاثوليك بعمان بمنح أبنائهما سري المناولة والتثبيت وسط فرحة ذويهم بنيلهم هذا السر المقدس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أنت روح المحيي، أنت الرب الشافي. سر المناولة والتثبيت هما من الأسرار المقدسة في الكنيسة الكاثوليكية، يتم بموجبهما منح الأطفال سر الإفخارستية ومسحة الميرون في سن محدد. يتقدم خلالها الأطفال مرتدين اللباس باللون الأبيض. إبليس خاف وارتجى. في كنيسة الرسل للاتين في محافظة الزرقاء تقدم 90 طفلاً من أبناء الرعية لنيل هذين السرين المقدسين، حيث ترأس المطران ويليام الشوملي مطران لاتيني في الأردن القداسة الاحتفالية بهذه المناسبة بمعاونة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد جيوفاني والأب عزام جاسر والأب بطرس حجازين والأب هاني جميل، بحضور الراهبات وأهالي الأطفال وأشابينهم وجوقة وكشافة الكنيسة. إن يسوع هذا قد أقامه الله ونحن بأجمعنا شهود على ذلك، فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس المرعود به فأفاضه، وهذا هو الذي ترون وتسمعون. فإذا كنا نحيا حياة الروح فلنسر أيضا سيرة الروح. كلام الرب. من أجل أبنائنا المتقدمين لتناول جسدك الأقدس، أعطهم يا رب القوة حتى يحفظوك في قلوبهم فتسكن فيهم ويسكنون فيك، وتبقى أنت لهم مدى العمر ينبوع سلام وفرح وقداسة. إلى الرب نطلب. استجيب يا هي الأخرى. وقال المطران الشوملي في عظته: سر المناولة هو أعظم الأسرار، فهو يجعلنا نتحد بالمسيح نفسه، فبالمناولة نثبت فيه ونصبح معه واحدا، وقوة قيامة الرب تنتقل إلينا، فسر الإفخارستية هو أكبر هبة تركها الرب لنا. صلوا معا في البيت، كرسوا يوميا ولو دقائق معدودة للصلاة البيتية الجماعية العائلية. البيت الذي يصلي هو مبني على الصخر، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة ويجعلهم بمسحته أكثر شبها بالمسيح. وكل أوان وإلى دهر. وفي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في الهاشم الشمالي بعمان، ترأس المطران كير جوزيف جبارة رئيس أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن القداسة الاحتفالية لمنح سر المناولة الأولى 20 طفلاً من أبناء الرعية بمعاونة الأب عماد بواب راعي الكنيسة والإرشمندريت بسام شحاتيت والأب جهاد عماري والشماس بول جوري والشماس مالك فلاحات وجوقة وكشافة الكنيسة. إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم في أنفسكم. وفي عظة المطران جبارة تحدث عن مفاعيل الأسرار المقدسة في حياة الإنسان المؤمن وكيف أنها تنمي ثمار الروح القدس فينا. عن أهمية المشاركة بالقداس الإلهي، ما بيسوى نحن نحرم أولادنا من الحياة
أعطيناهم الحياة الطبيعية، جبناهم على الدنيا، عم نعطيهم أجمل علم، عم نعطيهم أجمل وظيفة، عم نعطيهم أجمل امرأة أو أجمل شاب بالعالم، أجمل بيت، عم نحاول نعطيهم أجمل شيء عنا. فبقى ما بيسوى نحرمهم من أجمل شيء اللي هو يسوع المسيح. وفي الختام تقدم الأطفال لنيل سر المناولة الأولى وتبادل الصور التذكارية مع سيادة المطران والآباء الكهنة. رعت سمو الأميرة بسمة بن طلال احتفال منظمة كير العالمية بمناسبة مرور 70 عاماً على بدء مسيرتها في الأردن. وأشادت سموها خلال الاحتفال الذي أقيم تحت شعار نحو تحقيق التنمية المستدامة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ومديرة منظمة كير العالمية في النمسا أندريا هاجر، بجهود منظمة كير في المجالات الإنسانية والتنموية والحقوقية للمجتمعات المستهدفة وشراكتها مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية. نحتاج فعلا توجه وإيمان كير ومنظمة كير، وزي ما قلت كلنا منلاقي حالنا فيكم وكلنا سعداء أن نعمل معاكم ومن أجل تحقيق مستقبل إن شاء الله أفضل وأسلم واستقرار أكبر لمنطقتنا الغالية. شكرا جزيلا لكم. بدورها أكدت مديرة منظمة كير في الأردن سلام كنعان أن مسيرة المؤسسة حافلة بالإنجازات، حيث عملت على تحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 4 ملايين شخص في المملكة على مدى 70 عاماً الماضية. ومع مرور الوقت تغير صندوق كير البسيط واتجه نحو جذور المعاناة بتمكين الأشخاص وإعطائهم القوة وزرع بذور الأمل والتغلب على العنف والظلم الاجتماعي. أهداف منظمة كير كبرت، ولكننا ما زلنا ملتزمين بنفس مفهوم طرد كير، نفس الطرد الذي يعطينا جميعاً القوة لتغيير العالم للأفضل. نحن نؤمن بأننا عندما نعطي من أنفسنا فإننا نكون التغيير في حياة الآخرين، وإنه يمكننا أن نسهم في تحقيق التغير الدائم. رعت سمو الأميرة آية الفيصل حفل تخريج الفوج 18 لطلاب وطالبات الثانوية العامة لمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بحضور المونسنيور ماولو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للمدرسة وأهالي الخريجين. إلى المزيد. رعت سمو الأميرة آية الفيصل حفل تخريج الفوج 18 لطلبة المرحلة الثانوية في مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات مار يوسف بحضور المنسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان ومديرة المدرسة الأخت إيلين فرح وعدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والراهبات وجموع أهالي الطلبة الخريجين والمدعوين. وفي كلمة الأخت إيلين التي رحبت فيها بسمو الأميرة وبجميع الحضور أكدت أن مؤسستنا الرهبانية التي تحتفل بمرور 160 عاماً على تأسيسها وتعمل على جميع الأصعدة في المؤسسات التربوية والخيرية تعي الرسالة التي قامت من أجلها وعظم المسؤولية التي تحملها في تنشئة الأجيال وبنائهم وصقل مواهبهم والارتقاء بهم. كونوا مرآة لزويكم وراهباتكم ومعلميكم، تعكفوا المبادئ الراسخة فيكم وكتاباً يحمل عناوين الجد والدأبي. كون خير أبناء لمدرستكم التي ضمتكم بين جوانحها ونهلتم من معينها علماً وتسربلتم من قيمها النبيلة سلوكاً. كونوا نعم السفراء لها وانشروا رسالة الخير والسلام أينما حطت بكم الرحال، وطوبى لكل مشاعر الأبوة والأمومة التي لن يكون لوصفها الكثير من العبارات ولن يكون لتحديدها الكثير من الأطر،
بارككم الله وحقق أمانيكم وآمالكم. وخلال الاحتفال ألقى عدد من الطلبة الخريجين كلمات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، عبروا فيها عن عميق شكرهم لمدرستهم التي تلقوا فيها من مناهل العلم أوفرة، ولإدارة المدرسة وجميع العاملين فيها، وامتنانهم على كل جهودهم التي بذلت من أجل أن يحصدوا المنفعة والنشأة التعليمية المميزة. واشتمل حفل التخريج على عدد من الفقرات الفنية والوطنية ومسرحية تربوية ودبكات ورقصات شعبية منوعة. وفي الختام قامت سمو الأميرة آية الفيصل بتقديم الشهادات للطلبة الخريجين والتقاط الصور التذكارية، كما قدمت الأخت إيلين درعاً تكريمياً لسموها كعربون محبة وشكر لرعايتها الكريمة لهذا الاحتفال السنوي. بهدف ترسيخ نهج تعاوني وتبادل ثقافي بين الأردن وإيطاليا، وبدعوة من السفارة الإيطالية في عمان، افتتح سعادة السفير الإيطالي جوفاني براوزي في قاعة رعية سيدة البشارة في جبل الويبدة معرض اللوحات الفوتوغرافية التي تجسد الوجود المسيحي في المنطقة العربية، بحضور المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن السفير البابوي لدى الأردن والعراق، وسيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وعددين من السفراء الأجانب لدى البلاط الملكي، وجمع من الصحفيين والمهتمين بالفن التصويري. ويسعى هذا المعرض الذي يقام سنوياً في الأردن إلى تشجيع تبادل الأفكار مع الجهات الفاعلة المحلية من علماء وفنانين وعامة الناس. طبعاً بعد هذه الصور تدل على الدمار الذي حدث مؤخراً، بعدها والقليل منها يدل على وضع أفضل من الوضع المأساوي اللي عاشته سوريا والعراق. أعتقد أنه مع تناقص عدد المسيحيين بالشرق الأوسط يزداد الاهتمام العالمي بهم، فهذا المعرض والصور عن الحضور المسيحي في السنوات الأخيرة يدل على اهتمام كبير من ناحية إيطاليا والسفارة الإيطالية في عمان بالحضور المسيحي في الشرق الأوسط. على صعيد متصل وضمن فعاليات السفارة الإيطالية بعمان وفي غمرة الاحتفالات الثقافية والفنية القائمة حالياً في إيطاليا، تم في عمان إقامة حفل موسيقي في كلية تيرا سانتا بجبل الويبدة، وذلك بهدف التعبير عن تلاقي الشعوب مع بعضها بعضاً من خلال الموسيقى. وقد شهد الحفل السفير الإيطالي في عمان جوفاني براوزي والسفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والسيد طلال أبو غزالة والأب رشيد مستريح مدير الكلية وجمع كبير من المدعوين والمهتمين. ضمن فعاليات السفارة الإيطالية في عمان والبرنامج اللي بتحتفل فيها السنة دولة إيطاليا، إيطاليا والثقافة المتوسطية، تم إقامة هالحفل الموسيقي اليوم اللي استقبلنا في كلية تيرا سانتا في المركز الثقافي التابع للكلية للأباء الفرنسيسكان في عمان. من خلاله أرادت السفارة من خلال هالبرامج وهالحفلات الموسيقية أن تعبر أنه ممكن أن تلتقي الشعوب مع بعضها البعض من خلال الموسيقى، والموسيقى ممكن أن تشكل ثقافة للقاء بين كل البشر خاصة على ضفتي المتوسط. يعني
الأميرة ريم علي أمسية الإعلام الأردني الألماني التي أقامتها مؤسسة دولتشي فيل الألمانية بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومديرة مكتب فضائية نورسات الدكتورة باسمة السمعان. وتم خلال الأمسية تكريم عدد من المؤسسات الإعلامية. التفاصيل في التقرير التالي. برعاية سمو الأميرة ريم علي نظمت المؤسسة الإعلامية الألمانية دوتشي فيلا أمسية إعلامية بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني والمديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن الدكتورة باسمة السمعان وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات في الأردن ودول شقيقة وصديقة، وذلك في إطار الشراكة وتعزيز آفاق التعاون بين الإعلامين الأردني والألماني لا سيما في مجال الإعلام. واشتملت الأمسية على كلمات وعروض فيلمية للشركاء الأردنيين وفقرات عربية أجنبية مختلطة. وقال الدكتور المومني خلال الحفل إن الكفاءات الصحفية والإعلامية الأردنية أثبتت حضوراً إقليمياً ودولياً لما تتمتع به من التزام بمعايير الحيادية وأخلاقية المهنة جنباً إلى جنب مع الاحترافية في الأداء، مؤكداً أن ما يشهده الإعلام الأردني من حرية مسؤولة يعد مدعاة فخر واعتزاز. الشراكة بين مؤسسات الإعلام الوطني ودويتشي فيلا تؤشر بوضوح على الاحترام والقدرة المهنية العالية لمؤسسات الإعلام الوطني، وهذا يدل ويؤكد المستوى الإعلامي المهني المتميز لإعلاميين وصحفيين ومؤسساتنا الإعلامية. الأردن كان دائماً يتمتع بمستوى من الانفتاح والحريات الإعلامية، وهذا أدى إلى استقطاب المؤسسات الإعلامية لكثير من الإعلاميين الأردنيين وأيضاً رغبتها بالحضور في المشهد الإعلامي الوطني وللعمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية. هي مؤشر واضح بتقديري على الكفاءة والمهنية العالية لمؤسساتنا الإعلامية ولإعلاميين وصحفيين. من جانبه قال مسؤول الإعلام بالسفارة الألمانية بعمان خايم شبيربرغ إن مؤسسة دوتشي فيلا نشطت منذ السنوات الثلاثة الماضية في مجالات عديدة أبرزها تطوير وسائل الإعلام في الأردن، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون وتطويره بشكل أكبر مع جميع الشركاء بغية تطوير وسائل الإعلام في العالم. ومن جهتها أثنت مديرة التسويق لمؤسسة دوتشي فيلا سارة هاشم على المستوى الإعلامي المتميز في الأردن، وقالت عندما يذكر الإعلام يفكر المرء بالخبر والسبق والصورة، واليوم جئت من ألمانيا للحديث عن الشركاء الإعلاميين في الأردن لما لهم من دور رائد في إيصال رسالة مؤسسة دوتشي فيلا الإعلامية للأردن والوطن العربي. لأحدثكم عن جزء من حياتي اليومية، عن شركائي المميزين جداً جداً من الإعلاميين المحليين هنا في الأردن. عقول مستنيرة تؤمن بضرورة تعدد الطرح واختلاف الرؤى، قلوب فتحت لنا أبوابها قبل أن تفتح لنا أبواب مؤسساتها ودعتنا للتعاون. وفي ختام الأمسية
سلمت الأميرة ريم علي دروعاً تكريمية للشركاء الأردنيين مع مؤسسة دوتشه فيلا والذين يمثلون الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في المملكة. انطلاقاً من رسالة النهضة العربية الحضارية وأهدافها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى إعادة إحياء الجدل حول المنظومة الأخلاقية في المجتمعات العربية، افتتح في عمان مؤتمر النهضة العربية للديمقراطية والتنمية بمشاركة عدد من المفكرين والخبراء الاستراتيجيين من مختلف الدول العربية. ويطمح هذا المؤتمر الذي تضمن معرضاً لمحتويات دليل النهضة العربية إلى إحداث تغيير فكري وتنموي شامل في المجتمعات العربية. طبعاً احنا قمنا فعاليات، قمنا يوم تراثي عربي في 27 فبراير من كل عام، ومع أن هذا حدث يعني مؤسف اللي هو تدمير متاحف الموصل، فحرصنا أنه يكون يوم تراثي عربي، ونعمل منتدى الآن منتدى الرابع القادم للغة العربية بالتزام مع اليوم العالمي للنهوض باللغة العربية اللي هو 18 ديسمبر من كل عام. وطبعا أنا ما في شك أن أهداف الأمم المتحدة الهدف الرابع 4/7 اللي هو ثقافة السلام، فمهتمين في هذا الهدف. وأقمنا مؤتمر وشكلنا لجنة لنعرف ماذا عملت الدول العربية لهذا الهدف. أنا رأيي أن هذا المؤتمر شديد الأهمية، لأن العالم العربي الآن يعيش لحظة فارقة كبيرة. رفع شعار النهضة في لحظة الانهيار الكامل الشامل للعالم العربي رأيي أنها فكرة مهمة للغاية، والنهضة العربية كتب لها أن تطرح كمشروع كبير انطلاقا من هذه المنطقة، وأن تعود إلى هذه المنطقة أيضا من أجل نقاشها في هذه الظروف المتردية التي يعيش فيها العالم العربي، والخروج بأمل جديدة ومطامح جديدة وتوجهات جديدة من أجل إحياء المشروع النهضة العربي. اعتقادي أن هذه هي المهام الكبرى التي يمكن أن تقوم بها هذه المنظمة، وأن يكون هذا المؤتمر لحظة فارقة في تشكلها. وشكرا. قام وفد يمثل الشركاء في مشروع سمارت بزيارة لبيت العناية الإنسانية في الفحيص التابع لجمعية راهبات الصليب. وبعد أن استمع الوفد من مديرة البيت الأخت نهى صدقة عن واجباته وأهدافه، انطلق الفريق إلى محطة تنقية المياه العادمة في المنطقة للإطلاع على مراحل توسعتها وتطويرها. ويشار أن بيت العناية الإنسانية في الفحيص تم افتتاحه عام 1999 من قبل جلالة الملكة رانيا العبدالله، ويتألف من 30 غرفة لكبار السن وغرف مشتركة للنشاطات متعددة الأغراض. ويقدم البيت خدمات على مستوى عال تشمل التمريض والرعاية الصحية والاجتماعية والإنسانية للنزلاء، حتى أصبح منارة بارزة المعالم في المملكة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. منظمة كير تحتفل بمرور 70 عاما على عملها في الأردن. تخريج الفوج 18 لطلبة ثانوية الراهبات لفرنسيسكانيات. معرض فوتوغرافي يجسد الوجود المسيحية في المنطقة العربية. دوتشه فيلا تكرم عدداً من المؤسسات الإعلامية الأردنية. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.